هاد لا بارتيكولاريتي اللي هي جديده في الانتخابات في المغرب اللي هي اللوائح الجهويه اللي تخص فيها المقعد الاول والثاني بالضروره للنساء والثلثين ديال المقاعد ديالها النساء. فاليوم انا كنخوض غمار هاد الانتخابات الاول مره لان هذه اول تجربه عندي كمرشحه رغم انني تواجدت من داخل هذا التحالف لمده طويله وتدرجت في مختلف المسؤوليات لاني اول مره جاتني شجاعه باش انني نخوض هذه الاستحقاقات المقبله. اكيد ان الانتخابات الجهويه انا غنتكلم على جهتي الجهه ديال الرباط سلا القنيطره كتقدم وكلاء اللوائح اللي معظم ديالهم شباب. الشعار ديالنا كنقولوا اننا مستمرون معا من اجل مغرب اخر ممكن، مغرب اللي كتسود فيه الحريه العداله الاجتماعيه والكرامه والمساواه الفعليه بين الرجل والمراه. كفيدرالية نطالب بالحضور الفعلي وليس الحضور الشكلي، لا نريد أن نؤتت المؤسسات. نطالب بحضور فعلي بتمثيلية وازنة، مش بتمثيلية 7% لأن 7% هي نسبة ضئيلة جدا ويندل لها الجبين. حضورنا على المستوى السياسي نريد أن نكون في مواقع القرار وبالفعل بأن كافة القوى الديمقراطية الموجودة في المغرب أنها ناضلت على هذا المطلب وما زالت تناضل وبالفعل حققت مجموعة من المكتسبات، ولكن حاليا هناك تراجعات ونحن نندد ونسطر بخط أحمر على هذه التراجعات، لأن بدون وصول المرأة لمواقع القرار سوف لن نغير من الوضع لا السياسي ولا الاقتصادي ولا الاجتماعي في أي شيء، لأن قضية المرأة هي قضية سياسية بامتياز ولا يمكن أن نناقشها حقوقيا أو اجتماعيا. بوصولنا إلى مواقع القرار ستخول لنا كيف سنغير مجموعة من القوانين، هذه القوانين المولات منها مدونة الأسرة، منها الدستور غير ديمقراطي، منها القانون 1303، منها القانون الجنائي، هذه كلها ترسانة قانونية لا تخدم المرأة في شيء. الحزب ديالنا دفع للنساء أنهم يكونوا وكالات على رأس اللائحة، وحنا كنخدموا بزاف على المرأة وعلى المساواة وعلى تكافؤ الفرص والحضور ديالها بقوة في المجال السياسي، والنهوض بالمرأة هو حق، هو لكي نحقق الديمقراطية لكي نحقق العدالة الإنسانية كان الحضور ديال المرأة بقوة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.